عبد الفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قام وزير الزراعة بجولة ميدانية لمزرعة الإنتاج الحيواني والتصنيع الألبان بالنوبارية والتي تبلغ مساحتها نحو 6 أفدنة وتضم أكثر من 700 رأس ماشية من الجاموس المصري المتميز والأبقار الهولندي، والتي تعد نموذج عملي ناجح لمزرعة إنتاج حيواني. احنا اللي يهمنا في هذا الأمر ان انتوا تشوفوا برامج التحسين السلالات. يعني على الجانب الآخر عندنا حوالي 220 بقرة إناث من النوعيات المستوردة، أصلها أمها مستوردة من 2018، لكن زملائنا في إطار المحافظة على برامج التحسين ما زالت بتحافظ على الصفات الوراثية بتاعتها، معدلات إنتاجيتها من الألبان، معدلات التحول في اللحوم من النوعيات الجيدة زي ما حضراتكم شايفين كده، حوالي 76 كمان إحلال، يعني حوالي 300 رأس إناث منتجة للألبان والكده. عندنا كمان على الجانب الآخر اللي احنا موجودين فيه ده حوالي 120 راس جاموس مصري محسن إيطالي، أعتقد أن هذه النوعيات يمكن ما تلوهاش في أماكن كتير جدا بهذا الشكل وبهذا الجودة وبالنمو وبالإنتاجية. كما تفقد وزير الزراعة مشروع إنتاج الدجاج البياض بالنهضة التابع للصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، والذي يقع على مساحة 7 أفدنة ويضم 6 عنابر تنتج 1100 طبق بيض يومي، يباع في منافذ وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمواطنين. لابد أن احنا الناس تعي مسألة الإتاحة وتوافر السلعة في بعض الأحيان مسألة مهمة جدا. كثير من الدول مش لاقية السلع الغذائية دلوقتي، مسألة الطاقة والأمن الغذائي من التحديات اللي بتواجه الدول. احنا الحمد لله الدولة المصرية بفضل المشروعات القومية اللي وتوجيهات فخامة السيد الرئيس ودعمه لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، يمكن حضراتكم شايفين الإتاحة موجودة، كل السلع موجودة بأسعار مناسبة. ممكن يكون في بعض الأسعار فيها تحرك نتيجة المتغيرات عناصر التكلفة زي الأعلاف وخلافه، لكن مش بالشكل المطلوب، مش بالزيادة المطلوبة، وإن شاء الله في الفترة القادمة هنعمل يعني عرض كبير بحيث يحصل نوع من أنواع التوازن في الأسعار. المحطة هنا قوتها حوالي 700 راس، تستوعب حوالي 1300 راس تسمين. المحطة فيها 4 بنادق سلاج تصع 5000 طن للسلاج. احنا بنحاول نساعد المزارعين في ان هم ندربهم على تصنيع المنتجات، بندربهم على المشاكل اللي بتقابلهم في الايواء والتغذيه ونساعدهم في حل مشاكلهم في التسويق. بنشتغل ان احنا بنعد طلايق نجهزها وبنعمل بندرب ملقحين صناعيين باختيارنا، بندربهم في مركز التلقيح الصناعي في سخا اللي هو الجهه المنوطه بالتدريب، وبنقدر ننتج السائل المنوي من الطلايق اللي عندنا، وبنقدر ننتج جرعات سائل منوي مجمد تباع للمربيين وتوزع على الصغار المزارعين. كما تفقد وزير الزراعه مشروع انتاج الدجاج البياض بالنهضه التابع للصندوق المركزي لتنميه الثروه الحيوانيه بالأراضي المستصلحة، والذي يقع على مساحة 7 أفدنة ويضم 6 عنابر تنتج 1100 طبق بيض يومي، يباع في منافذ وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمواطنين. المشروع عبارة عن 4 عنابر تربية وعنبرين لإنتاج بيض المائدة. طاقة عنابر التربية 90,000، طاقة عنابر الإنتاج 42,000 طائر. كما تفقد وزير الزراعة تطوير مركز التلقيح الاصطناعي بالعمرية، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي. وزير الزراعة في جولة تفقدية بالنوبارية والعمرية للإطمئنان على المزارع الإنتاج الحيواني والداجني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بأسعار مناسبة. هاني النحاس، صباح البلد.